سلام، اليوم راح ندير معاكم ان شاء الله تليتلي. نورمال، يعني بديتو هكا نصبتو، حكمت في خيط تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا. درت حكيت يعني حبه بصل كبيره، وحطيت التوابل ملح فلفل كحل فلفل احمر ثوم، كانت عندي يعني غبره، وحطيت يعني كميه مليحه من الزيت. ودوكا راح نخليهم يتقلعوا مليح. دوكا راح نزيد نجيب الحمص نرميها كما راكم تشوفوا. زدت حطيت الحمص، كانت عندي في الكونجيلي يعني ماشي طايبه، راح نرميها الان يعني باه طيب لي. ومن بعد تشوفوا معايا الطريقه كيفاش، معايا الطريقه كيفاش راح نكملوا نطيبوا التليتلي تاعنا. دوكا انايا هذيك البصله تاعي تقلات لي مليح مع الدجاج وكل شيء التوابل. من بعد ما تقلات مرقتها كما راكم تشوفوا، ومن بعد حكمت التليتلي تاعي فرغتو اللحمة. هاوليكم انا استعملت لاماخ تاع الورده البيضاء. هاوليكم التليتلي تاعي. دوكا واش راح ندلو؟ راح ندلو شويه تاع الزيت هكا، شويه بركا ما نكتروش بزاف. طب نخلطو مليح. نخلط مليح يعني التليتلي تاعي يعني لازم يتقاس لي كامل بهذاك الزيت. ومن بعد نحطو يفوق التفويره الاولى تاعو عادي نورمال كيفو نحيوه. قبل ما نحط التليتلي تاعي فور، انا كنت حكمت الخضره الصينيه كما راكم تشوفوا، قشرتها وغسلتها مليح. راح نحطها يعني في المرقه هي الاولى باه طيب لي، ومن بعد شويه هكا نكمل نحط الجريوات نتاعي. الو، هنا التليتلي تاعي كما راكم تشوفوا راهو فار لي التفويره الاولى اللي كانت غير بالزيت نحيته. دوكا راح نعاودو بشويه تاع الماء ما نكتروش بزاف، شويه تاع الماء وخليه هكذا، ونفتحوها هكا مليح ونخليه يشيح لي هكا. نحلو هكا ونخليه يشيح مليح. من بعد كيما يشيح لي نحطو يفور التفويره الثانيه. من بعد واش راح ندير؟ راح نرمي الجريوه تاعي كيما نحيت لي من التفويره الاولى. راح نرمي الجريوه تاعي طيب. دوك انا راح نقسمها على زوج، وراح نحط ثلاث بيضات هادو يتشرشموا لعدام. راح نحطهم في المرقه، كنت غسلتهم مليح. عم بالكم كيما تحطوهم في المرقه يجيو بزاف بنان. فوالا، ونزيد نرمي الجريوات تاعي. ونغطي عليها، نخلي التليتلي الثاني يشيح ونحطو يفور التفويره الثانيه تاعو. الو، انا التليتلي نحيتو الان من التفويره الثانيه كما راكم تشوفوا. راح نزيد ندلو شويه تاع الماء وشويه تاع الزبده ونخليه يشيح مليح، باه نزيد نحطو يفور التفويره الثالثه. وحكمت المرقه تاعي كما راكم تشوفوا، هكا عبرت هكا دي فيون داشي، نسيت ما وريت لكم شحال لي طاب. هكا كنت كعبرتها يعني نورمال عادي، ورميتها في المرقه تاعي باه طيب لي. درك شويه هكا حنحط الطماطم المصبر. شوفوا معايا الخطوه هذه بزاف مهمه. هذه التصويره الاخرى خلاص، يعني التليتلي تاعي كان فورتو خلصتو. كي نحيت له التصويره الاخرى حطيت له طرف تاع الزبده كما راكم تشوفوا، وشويه طماطم مصبره ها هي، وشويه مرقه هكا يعني الراس تاع المرقه هذاك الاحمر راني نزعتو يعني نحيته بلا لوش، وحطيت شويه طماطم. يعني هذه الخطوه كنت درتها معاكم نهار درت شوخه، يعني تصلح في كامل العجائن مام التليتلي. فوالا، شغل ديروا صوص هكا تكون ثقيله كما راكم تشوفوا، ونصبها على التليتلي تاعي. ونخلط مليح، ندخل هذيك الطماطم والزبده كامل في التليتلي تاعي. كما راكم تشوفوا معايا ميلا
تخلطوا التخليكي تاعكم كامل، تحمروه مليح. هذيك الطماطم هاي لكم، شوفوا كيفاش ولا، شفتوا؟ الزبده راهي دابت كامل، بقات غير قطعه هذه الصغيره ها هي، شفتوا؟ يعني لازم يكون سخون مع الطحين، ما التفويره بعد الاخره تاعو ديري له هاد الزبده والطماطم. فوالا دوكا نخليه هكا شويه، هكا نفرقوا على بعضها هكا شويه، يتنحالوا هذاك الفار هذاك ما يبقاش سخون، ومن بعد نجمروا، يعني نحط نجمروا عادي. شوفوا هنا الكيكلي تاعي حطيته في البوطه اللي حنجمروا فيها، صبيت له المارغان وخويت عليه النار باه يتجمر لي مليح. المارغان راهي حمراء كما شفتوا دركا، هكا راح نغطي على الكيكلي تاعي ونخليه يتجمر لي في راحته، ومن بعد راح تشوفوه معايا ان شاء الله في صحن التقديم. فينا الماء هاو الكيكلي تاعي راهو جد جمرتو كما شفتوا معايا، وراني حطيته في صحن التقديم هاوليكم. زينتو هكا بالخضره والحمص والعدام شرشمين كما راكم تشوفوا، راهو يشهي ما شاء الله، شهيتكم بالجنه ان شاء الله. كانت هذه هي الوصفه تاع اليوم، حضرت معكم يعني الكيكلي قسنطيني بالطريقه تاعو. فوالا كنت قدمته مع الفلفل كنت قليته، وسلطه هكا كما راكم تشوفوا. دونك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، وما تنساوش كما العاده تدعموني بليجان تاعكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. بقوا على خير. Yeah, this is how I can survive.